اليوم الوجهة هني، خلكم ويانا. اليوم هو غير متوقع، واعتذر عن قلة جودة الصوت بالمقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ليجولاند الحديقة المائية في دبي باركس، هي طبعا مكانها عدال منتزه ليجولاند العادي، لكن هناك مدخل غير والتذاكر غير. واذا ما شفت الفيديو ماله بحط لكم اياه في الوصف تحت. ليجولاند الحديقة المائية مدخلها غير وتذاكرها غير. خلونا نروح داخل وبسم الله. الحين دخلنا، وقبل ما نبدأ اسعار التذاكر بخلي لكم رابط الموقع تحت، لان عندهم تذاكر انواع، فتقدرون تشوفون بالتفصيل شو التذاكر اللي تبغونها مع الاسعار، واحيانا يسوون عروض، فكل شيء تحصلونه في الموقع مالهم في الرابط. واللي ما متابعنا واول مره يشوفنا يتابعنا عشان يوصله كل جديد على القناه. الحين بدأنا هني الخزائن عشان لوكرات حق تخزين الملابس، في 3 قياسات صغير ووسط كبير، تدفع عن طريق المكان كاش وتاخذ اللوكر اللي تباه. وهذه غرفة تغيير ملابس الرجال، كان مرتب جميل. طبعا في حمامات حق شوار ترمون، غرف تغيير ملابس، الامور هاي كلها. نبدأ بأول شيء عند المدخل، هذا يعني مثل سوبر ماركت صغير، تقدرون تتسوق منه ملابس أو أشياء تذكارية، وعدالة على طول مال الصور، حتى الصور التذكارية إذا صورت داخل أو تبغى تتصور. هذا المجرى المائي فيه التيوبات وعليهم مكان عشان تبدأ تبني أي شيء عن طريق القطع، هذه موجودة في المجرى النهر على امتداده يعني كامل.
حاب اعرفكم على الباي فيتر مال الحديقه ليجو مارك. الالعاب تاخذ التيوب من هنا وتروح تصعد من هناك لفوق وتختار اي وحده تبغى وتنزل فيها. Break time. تاخذ الزحلابية من هنا تروح تصعد هناك لورا عشان تنزل بوحدة من هاي. الفاصل اللي بين ليجولاند ووتر بارك والمنتزه لازم يكون عندك تذكرة للحديقتين اللي قلت لكم في الأونلاين في أنواع التذاكر. ففي إحدى التذاكر نوعها إنك تأخذ مدخل للحديقتين، لكن أنا ما أنصح فيه لأنه يوم واحد ما بيكفيك إنك تروح المكانين إذا بتتمشى فيها كلها. على شي انتهى يومنا في الحديقة المائية. أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا
ولا تنسون تشاركون في القناة، واللي ما شاف مال ليجولاند يشوفه، مال عالم اي ام جي يشوفه، اللي هي اكبر مدينة مغطاة، مدينة ملاهي يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.